سمعت ولا ما سمعت عن هدف الاتحاد الصحيح الملغي من قبل حكم المباراة؟ إذا إنك ما سمعت اسمع 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 اسمع، حالة تحكيمية جديدة مع الهلال مثيرة للجدل بشكل واسع وبشكل كبير جدا. نشوف الفيديو أمامنا على الشاشة مباشرة. هذا الهدف الاتحادي اللي سجله عبد الرزاق حمد الله لما كويليبالي رجع الكرة باتجاه الحارس ليخطفها حمد الله ويحطها هدف في المرمى، ليقوم الحكم بإلغاء هذا الهدف. احتجاج كبير جدا من الاتحادية، يقول لك كيف وبأي منطق والقانون واضح وصريح. القانون يقول إذا المهاجم ما احتك بالمدافع ولا ضايقه ولا كان قريب منه والمدافع رجع الكرة لحارس المرمى وخطفها المهاجم وسجل مثل في حالة عبد الرزاق حمد الله فالهدف صحيح 100%، وقد صارت من قبل مع مبابي مع منتخب فرنسا مع محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، وحالات كثيرة جدا مشابهة صارت من قبل. البعض الآخر قاعد يقول لا، الحكم هو الفيصل وهو القانون في أرضية الملعب. البعض الآخر قاعد يقول ما زالت، ما بقى يعني ما بقى أكون قاسي، ما بقول مهازل التحكيم، أبى أقول ما زال التحكيم مع الهلال. البعض قاعد يقول هذا الكلام، البعض الآخر يقول يتهيأ لكم الهلال بعرق جبينه وبإنجازه يقدر يحقق الانتصار تلو الانتصار. أيضا ناس تقول لو انحسب هذا الهدف الصحيح لعبد الرزاق حمد الله والنادي الاتحاد قد يتغير مجرى المباراة ويفوز الاتحاد، أو على أقل تقدير يلعبون أشواط إضافية ثم بلنتيات. إن الآخرين يقولون طارت الطيور برزاقها، اقعدوا الطمو وصفقوا دينكم بعض وقولوا يا ليت ويا ليت ويا ليت ويا ليت. أنت ما رأيك عزيزي المشاهد في هذه الحالة؟ هل ترى أنها هدف صحيح ومستحق للاتحاد ضربهم الحكم بإلغائه، أم أن الإلغاء صحيح 100%؟ من جهة أخرى، ليس إلى هنا فقط، بل أن هذه اللقطة اللي أمامكم على الشاشة لمسة يد على البليهي، البعض يقول الاتحادية يقولون بلنتي أيضا لم يحتسب، وكأن الحكم لم يكتفي بإلغاء الهدف فقط بل قام بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للاتحاد. أما الهلالية وبعض الناس الآخرين يقولون القانون يقول لما الإيد تكون ثابتة على الجسم لا تحسب ركلة جزاء. أنت ما رأيك عزيزي المشاهد في هذه الحالة، بلنتي للاتحاد أم ليست بلنتي للاتحاد؟ وحمد الله والبليهي على عكس العادة ما شفنا مناوشات بينهم في هذه المباراة، يمكن لأن الحكم قريب منهم كان طول الوقت، أو يمكن لأنهم عقلوا اثنيناتهم، خاصة أنهم من مواسم من كان حمد الله في النصر ومش من الحين يعني، والمناوشات لا تتوقف بين هذين اللاعبين اللي لهم كل التقدير والاحترام، لاعبين كبار رائعين أكثر من رائعين. اكتب لي رأيك في التعليقات في أسفل الفيديو عزيزي المشاهد، هدف الاتحاد الملغي صحيح أم لا، وركلة الجزاء اللي على البليهي لم تحتسب صحيحة أم لا، ولا تنساني من اللايك والفولو.